عاد الزائر المبارك شهر رمضان وكلنا شوق إليه، ففيه تطمئن النفوس وفيه مجال للتنافس في العبادات. اربطوا الأحزمة، سأخذكم في حلقة اليوم من برنامج رمضان حول العالم إلى قطر لنتعرف على طقوس شعبها وعاداته الرمضانية، فهيا بنا. دعني أقول لك في البداية أن المجتمع القطري ما زال يتمسك بالعادات والتقاليد القديمة المتوارثة عبر الأجيال والتي لم تندثر كغيرها رغم الحداثة والتطور في هذا البلد. يبدأ القطريون بالاستعداد لشهر رمضان من بداية شهر شعبان، حيث يعلقون الفوانيس والأضواء ويباشرون بحملة تنظيف وترتيب للمنازل وأيضا للمساجد. واللافت أنهم ينثرون القواقع البحرية الصغيرة ذات اللون الأبيض في ساحات المساجد في رمضان. تزداد كذلك الحركة في الأسواق التجارية للحصول على ما تحتاجه كل عائلة لشهر الصيام. ما زال القطريون يجتمعون حول وليمة تقام عند منتصف الليل وتسمى الغبقة الرمضانية، وتضم أشهى الأكلات المعروفة القطرية كالهريس والثريد والقيمات. اللافت في هذه الولائم أن هناك تجمعات للشباب وهناك تجمعات لكبار السن وأيضا هناك تجمعات للنساء. قديما كانت الغبقة محصورة ضمن أفراد الأسرة الواحدة أو حتى سكان الحي الواحد، ولكن حاليا ضمت كذلك الأصدقاء والمعارف. حتى الشركات أصبحت تقيم الولائم لتعزيز أواصر التعاون والتعارف بين زملاء العمل. إذا أمضيت شهر رمضان في دولة قطر، ستستمتع بعادة تراثية قديمة تتناقلها الأجيال في كل دول الخليج العربي. إنها القرنقعوه، وهو احتفال يوافق ليلة المنتصف من رمضان. الهدف منه تشجيع الصغار على الصيام. تجهز الأسر القطرية في هذا اليوم الحلويات والمكسرات، وتنتظر أطفال الفريج أو الحي الذين يجولون على البيوت وهم يرتدون الزي القطري التراثي ويغنون الأغاني التقليدية والشعبية ليحصلوا على نصيبهم من المكسرات والحلويات. وقت الإفطار عند القطريين يرتبط منذ القديم بصوت مدفع رمضان، وهو تقليد ما زال يحافظون عليه. غالبا ما يوضع هذا المدفع في سوق واقف الشعبي الذي يقع وسط مدينة الدوحة. يقوم شرطي بإطلاق هذا المدفع لإعلان وقت الإفطار. يشهد هذا التقليد حضورا جماهيريا من الكبار وحتى الصغار للاستمتاع بضرب المدفع. المسحراتي هو الخاسر الأكبر في رمضان في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه بلد قطر. فمهنة المسحرات كانت في قطر محصورة في أسرة واحدة في كل فريج، يتوارث أبناؤها الزي والمعدات جيلا بعد جيل. يجول المسحرات ليلا حاملا الزبيلي، وتعني السلة، ويحمل أيضا الطبل لإيقاظ الصائمين على السحور قبل طلوع الفجر. ولكن هذه المهنة اختفت تقريبا في هذا الوقت الراهن، وبقيت فلكلورا يحكى في قصص الكبار خلال ليالي رمضان. انتهت حلقتنا في دولة قطر، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وبلد جديد وعادات وطقوس رمضانية جديدة. تقبل الله طاعتكم، إلى اللقاء.